I had to choose one word to describe the Emirates, it would definitely be incomparable. اللي بلد الثاني وبلد الكرم بلد الجود بلد العرب جميعا. الإمارات هي وطن الثاني، هي فعلا وطن بعيد عن الوطن. كل واحد له غيرة في البلاد يعني يصوت. طبعا أكيد هذه هي الإمارات فاتحة الباب للجميع، فأكيد حتسمح للجميع في التصويت. I choose the seven lines. I chose Emirates and calligraphy. We chose the second logo. I chose the seven line logo. أنا صوت لشعار النخلة. اخترت اللوجو الأول. اخترت شعار ثاني. أنا صوت لسبع خطوط. شو صوتوا؟